الموضوع الثاني ما بعد الفورس هو المومنت، والمومنت هو العزوم. شوف هذا المثال اللي مذكور بالكتاب ببداية الموضوع. لو كانت عندي قوة مقدارها F بهالاتجاه هذا، اللي هي قوة يسلطها شخص معين، نشوف إلى أنه هو يريد إلى أنه يفر هذه القطعة الأسطوانية، فبالتالي هو راح يسلط قوة بهالاتجاه هذا وراح تفتر القطعة الأسطوانية بهالصورة هذه. هذه عملية الفر أو اللف هي هذه المومنت أو العزم. المومنت هذه أحسبها عن طريق حاصل ضرب القوة في ذراعها، يعني القوة هذه F أضربها في الذراع مالته أسمي D أو أي رمز ثاني فيطلع عندي المومنت. لكن أنتبه إلى أنه في أغلب الأحيان تكون أتعامل بالفكترات، يعني القوة F تكون بالفكتر والدي يكون أيضا بالفكتر، فيكون حاصل ضرب فكترين، وراح نشوف هالشي هذا بالأسئلة. فإذا هذه قوة F لو كانت بهالصورة هذه، وكانت هذه المسافة بيناتهم R، وهنا عندي نقطة A اللي هي نقطة المركز، بالتالي راح يتولد عندي مومنت بهالشكل هذا، يعني بهالصورة هذه. هذا المومنت أريد أحسبه فهو يساوي ال F في الدي وليس ال R. إذا ما يصير أنا أقول ال F في هذا ال R، إذا أني لازم أوجد الذراع العمودي ما بين القوة ونقطة المركز، يعني النقطة اللي دي يصير حولها المومنت. فبالتالي هذه المسافة R ما تفيدني، وإنما أضطر إلى أنه أخذ امتداد للقوة بهالشكل هذا، فأخذ هاي المسافة العمودية دي، فبالتالي أضرب ال F في المسافة العمودية دي يصير عندي المومنت. اتجاه هذا المومنت حسب قاعدة الكف اليمنى يكون باتجاه الإبهام، يعني إلى الأعلى. فبالتالي لو أخذ ال X وال Y بهالصورة هذه، فإذا اتجاه المومنت الموجب راح يكون بهالصورة هذه. إذا الفرضية الطبيعية والاعتيادية إن بكل المسائل إنه يكون المومنت موجب إذا كان بهالصورة هذه، يعني بعكس اتجاه عقرب الساعة هو الموجب، اللي هو سميه كاونتر كلوكوايز، يعني عكس اتجاه عقارب الساعة، بينما كلوكوايز باتجاه عقارب الساعة. إذا الفرضية الاعتيادية بعكس اتجاه عقارب الساعة، لكن لو فرضتها بهالصورة هذه وطلع بالنتيجة الناتج سالب فأعكس الفرضية، يعني مو أبدل السؤال كله، وإنما بالنهاية فقط أقول إلى أنه الفرضية مالتي كانت خاطئة، فبالتالي الفرضية الصحيحة تكون باتجاه عقارب الساعة. المهم إلى أنه أخلي المومنت بالإشارة الموجبة إذا ما عندي المومنت بإشارة سالبة.